في شكوكه في التلفزيون جدا يعني ده يعجبني خالص بلدي البلدي يوكل. وانا بحب اشوفك خالص على المسرح واحب اشوفك في السينما بس ما بشوفكش في التلفزيون مش عارف ليه. اقول لك ليه؟ سالتني ليه؟ اقول لك ليه؟ قول يا ست. ما اعرفش انا يعني التلفزيون ده بيقولوا عليه مبتدئ وانا ستي مش مبتدئه عتيقه في الكار. طبعا على قلت المثل احب الجمله بتاعتي ما كرهاش احب اقولها على مهلي واقسمها واوضبها واطلع من الجمله افيه اتنين تلاته يضحكوله الناس. فالافيهات دي عايزه ملائن عشان انا بفكر اطلع الافيه ازاي ما بفكرش في حفظ الجملة وهم عايزين يشغلوني ساعة حفظ يعني اقول يبقى ازاي ده.